الكل، زي الحال، رمضان كريم. زي ما تكلمنا امبارح في موضوع السكة حديد وقلنا لازم ننتظر قرارات النيابة العامة أو تقرير النيابة العامة، وبالفعل النائب العام أمر بحبس 23 موظف ما بين مدير إدارة، ما بين رئيس قسم، ما بين ملاحظ، ما بين كذا، ما بين كذا. النيابة العامة برئاسة النائب العام استدعت 29 موظف عمومي في هيئة السكة حديد من المسؤولين، واستمعت إلى أقوال 104 من المصابين في حادث القطار. وبالفعل بعد القرار ده صدر تقرير من وزارة النقل بإقالة رئيس هيئة السكة حديد وإقالة عدد من قيادات السكة حديد وإجراء عدد من التنقلات وتغيير في بعض المناصب وضخ دماء جديدة في هذه المناصب. لأن صراحة ربنا إحنا تعبنا من الإهمال يا جماعة، والله العظيم تعبنا من الإهمال. يعني بنلوم الدولة، الدولة اشترت جرارات من روسيا ومن ألمانيا وطورت جميع القطارات، الدولة اشترت أكثر من 1000 عربية قطر علشان خاطر تطور القطاع، الدولة اتكرمت وطورت جميع المحطات لدرجة ان انت بتروح المحطة دلوقتي عايز تاخد سيلفي في المحطة. فاضل معانا مين؟ الكادر البشري اللي قلنا عليه ده، لازم يدربوا الكادر البشري، والإهمال والفساد كله في الكادر البشري، ناس غير مسؤولة، لا مبالاة، ترك العمل. يعني تتخيل ان رئيس قسم مثلا بيسيب شغله ويمشي، تتخيل ان مسؤول كبير او ناظم محطة بيسيب المحطة ويمشي. بص بتلاقي عندك موظفين بيتركوا اماكنهم واماكن شغلهم علشان خاطر يمشي بدري، او علشان خاطر يروح مشوار، او علشان خاطر يزور من اجل التزويق. فكل هذه حاجات ايه، حاجات تتعب النفسية داخل المواطن. يعني لما تبص في حادث السوهاج قبليه، حادث السوهاج اكتشفوا ان مسؤول برج الاشارات الراجل محشش، يعني ضارب دماغ فلة وما شايفش طنطة قدامه ولا شايف اي حد، يعدي قطرين يخبطوا في بعض يولعوا في بعض، المهم هو في دنيا تاني. ده أول شيء فساد، ده أول شيء. وإحنا بنتكلم على الإيجابيات وعلى السلبيات، أنا كمواطن شايف إيجابيات وشايف تطوير وشايف كل حاجة، لكن في سلبيات اللي هي في الكادر البشري وفي الفساد بتاع الكادر البشري. بس إحنا بنبص إيه في الإهمال، في الإهمال إن هم اتسببوا في استشهاد أرواح أبرياء، ما حافظوش على الأرواح اللي معاهم. في برضو رئيس قسم في محطة برضو ساب عمله، ترك العمل ومشى، هو المسؤول في المنطقة دي برضو. يعني حرام، لازم كل واحد يحس بالناس دي أرواح ناس انتوا مسؤولين عنها قدام ربنا. زي ما الحكومة عتطور وعتشتري جرارات، تمام، مئات الجرارات اشتروهن جداد واخرهم اللي جاي من روسيا، 1000 اكثر من 1000 عربة، اكثر من 1000 عربة قطار وصلت لمصر خلال السنتين دي. ولدرجة ان الرئيس اتعهد بانه حيكون نهاية العام ما فيش قطر قديم في مصر. اتصور ان احنا خلال سنة كمان، يعني طبعا احنا
في 39 قطر انت قلت لي هيشتغلوا ان شاء الله يا فندم باذن الله جاهزين. رهن اشاره سيادتك على طول؟ لا لا لا، رهن اشاره الناس كامل مش اشاره انا. هو احنا جاهزين يا فندم. طيب خلاص، عشان برضو من لكن احنا هنيجي نفتتح، لكن خلينا نخلي الناس تستفيد في الكلام ده قبل العيد بعد اذنك. يعني هيشكروا سيادتك يا فندم جدا. لا لا لا، لا ده انا اللي بشكرهم ان هم منتظرين الهديه دي بصراحه. لا ده مش هديه ولا حاجه، كله بالحساب يا حبيبي. مفيش هدايا، كله بالحساب، عشان شفتوا الهدايا عملت ايه في مصر. لا لا الراجل جد، ما لا رزق دي على العيد يا فندم. لا 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 بتمنه يعني. لا لا كل حاجه بالحساب مظبوط، والا القطاع ده يرجع تاني زي ما كان عباره عن خرده وقطاع غير اقتصادي ويبقى خساره على البلد والناس ما تستفدش منه. لا مفيش كلام من ده. تمام، الشغل مظبوط والتكلفه الناس تبقى عارفاها. نقول لهم بس انت بتوصل المواصله دي بالميكروباص بتاخد 10-15 جنيه، انا بديها لك بخمسه، ما تستكترش الخمسه جنيه عليا. شوف يا كامل. حاضر. وانا بقول لكل الناس اللي بتسمعني يقول لك المفروض الرئيس ما يتصدش للكلام ده. ليه؟ عشان سياسيا يعني ما يتاثرش شعبيته. لا لا لا، دي قضيتي اللي انا هقف بيها قدام ربنا، اخرع واخد ثمنها منه ان شاء الله. اخد ثمنها منه ان شاء الله، ان كان ليا ثمن هاخده يعني. ماليش ثمن اخده ولا حاجه، بس عسى انه يقبل، عسى انه يقبلنا ان شاء الله. فلا نكمل الموضوع، وارجو الناس بتوع الزمالك يا كامل نقول التقرير كان طلع نطلعه ونعوض الناس وكل اللي هم عايزينه، عشان لا ضرر ولا ضرار لحد يعني. وبرضه لما حصلت حادثه قبل كده جاب الوزير كامل الوزيري وكل البشريه اللي كانت بتكتب وبتنشر، هي نفسها اللي كانت بتطلب بمين ان الرئيس يعين كامل الوزير. قال لك يعني في مهندس هيمسك المرفق كده يعني، وبعدين لو متوفي. اول ما حصل الموضوع ده احنا قلنا ان اللي يتولى الامر ده كامل الوزير. يتولى مين؟ كامل الوزير. فطلعت الاشاعات، ما حدش يعرف الكلام ده لانه كلام يعني، لكن الناس توقعت كده. يوم يقول لك ايه ده، هم بيتحايلوا على كامل الوزير بقالهم 5 ايام بيتحايلوا عليه. قال ايه؟ يمسك ال، هو احنا عندنا في الجيش يا كامل بنتحايل على حد؟ لا صحيح، خليك واقف. طب انا هقول لكم كامل الوزير قال ايه، والله العظيم قال انا تحت رجل مصر في اي وقت. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انتوا طبعا يعني طب تقول لي طب هو لغايه دلوقتي ما تولاش ليه؟ اقول ليه؟ حد عارف؟ ما جنب الدكتور علي يعرف. لازم البرلمان يوافق، والبرلمان في اجازه دلوقتي، اعمل ايه؟ صحيح مش كده يا دكتور علي؟ دي الحقيقه يا مصريين، لازم البرلمان يوافق عليه او يوافق على الوزير اللي احنا بنرشحه، وبعد كده يحلف اليمين، وبعد كده يتولى المسؤوليه. طب البرلمان اجازه، هنعمل ايه لما يجي من الاجازه يحلف اليمين؟ انا بس بحكي لكم على حاجات صغيره انتم ممكن تكونوا يعني متابعينها وعايشين بيها وتصدقوا. طب والله يعني طبعا انتوا ما تعرفوش يعني، انا بدل المرفق ده واحد من احسن ضباط الجيش. انا والله بكلمكم بجد، وهم في الجيش عارفين كده يعني، هم عارفين في الجيش هو بيعمل ايه. لكن انا قلت يعني رغم ان هو حجم الجهد اللي بيتعمل لصالح المشروعات القومية اللي بتتعمل في الدولة اكتر من هائل، ضخم 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 جدا. طب بالمناسبة كويس ان انا قلت احنا عاملين شغل يخلص 30/6/20 ب4 تريليون جنيه. بكام؟ ب4 تريليون جنيه والله العظيم. كقائد سلاح المهندسين او الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، ومسك هيئة السكة حديد اللي كلها مصايب وفساد،
الراجل بيطور في حاجات وهم في دولة تانية أصلا، يعني لدرجة إن هو بينزل المحطات بنفسه، بيروح المزلقانات بنفسه، بيروح يتابع بنفسه. طيب فين المسؤولين؟ فين اللي هم على درجات مدير عام ومدير عام مساعد ومدير إدارة ورئيس قسم ورئيس هيئة ورئيس ناظر محطة ومسؤول فني ورئيس صيانة ورئيس قسم صيانة ورئيس هيئة كذا؟ كل الناس دي فين؟ يعني هل الوزير حيتحمل المسؤولية لوحده؟ الراجل بيطور، والراجل اتعهد وقال أنا مش حسيب منصبي وأهرب، أنا كده لو هربت حسيب يعني بخون مصر. والله لو الناس شايفة إن أنا مقصر وإن أنا متكاسل وما بشتغلش وما بعملش، خلاص أنا أطلع أقول خلاص أنا مستقيل، وأنا أشوفه حد أفضل مني، وأنا هبقى سعيد وهساعده بكل ما أوتيت من قوة. ولكن هو مش الحل إن أنا أهرب. لو أنا هربت أبقى خاين لبلدي، لو أنا سبت السكة الحديد وسبت قطاعات النقل بعد اللي بيتعمل فيها كله، وبعد أمل الرئيس عبد الفتاح السيسي فينا وفي بلدنا إن إحنا نبقى فعلا بلد منورة وبلد متقدمة وبلد، وأنا عندي كل الإمكانيات، أنا بحارب الزمن. يعني هل الوزير هيتحمل المسؤولية لوحده؟ الراجل بيطور، والراجل اتعهد وقال أنا مش حسيب منصبي وأهرب، أنا كده لو هربت حسيب يعني بخون مصر. فبرضو احنا بنقدم ليه كل التحية وبنقول له بارك الله فيك وفي أولادك، يعني مش هيتحمل المسؤولية لوحده، لازم الكل يتحمل المسؤولية. فيه إهمال جسيم لازم يتغير. وأنا بستعجب والله يعني للمواقع، حتى في مواقع أجنبية بتستنى المصايب لمصر، يعني برا خارج مصر هتلاقي أول مواقع نشرت عنك القنوات الجزيرة مثلا، هتلاقي مواقعهم في الانترنت وفي القنوات، أي مصيبة حصلت عندك ما بيذكروش غير المصائب، ما بيجيبوش غير المصائب، ما بزعوش أي خبر مفرح، يعني علشان خاطر يزعلك خبر إن أنت هتفتتح عاصمة إدارية جديدة أو مدينة عالمين أو أنت اشتريت طيارات جديدة أو مدرعة أو طيارة أو سفينة أو غواصة. لا، هو بيستنى الكوارث والمصايب علشان خاطر يحشد الرأي العام ويطلع إن الدولة دي ضعيفة، ويطلع للشعب إن الحكومة ضعيفة وإن الدنيا خربانة وإن مفيش حد قادر يدير الدولة المصرية. وبرضه في مواقع أجنبية موجودة في أمريكا، وأولهم نيويورك تايمز، يعني نيويورك تايمز منزل بيان موضوع عن القطار وبتتريق على المصريين، بتقول ان هم دائما مشهورين بالاهمال وباللامبالاه، وان ده مش اول حادث قطار، ونقلب الصوت والصوره وسالت ناس من المصابين. يعني المراسل بتاع نيويورك تايمز موجود وسط الناس، موجود وسط الناس اللي كانت بتسعف المصابين، بس هو مش موجود عشان يسعف، لا ده كان موجود عشان ينقل الأخبار وتبص وتشوف إن الخبر انتشر في جميع أنحاء العالم، وإظهار صورتك بصورة مشوهة. هم عايزين يطلعوا صورتك مشوهة، إحنا في حرب وكل واحد مش هيخلي السلاح صاحي هيتضرب، فكلنا لازم نكون صاحين. الدولة المصرية في حرب، الدولة المصرية في حرب، معاك الجيش شغال في جميع الاتجاهات، بيعمر وبيبني وبيعمل طرق، بيعمل مشاريع تنمية، بيعمل مشاريع زراعية، بيعمل مشاريع انتاج حيواني، وشغال من شرقها لغربها تمام، وبيحدث نفسه وأسلحته بعيد عن يعني بعيد عن ميزانية الدولة نفسها. بسبب ايه؟ بسبب انه عايز مصر تكون قوية، لكن الناس مش عايزة مصر تكون قوية، هم عاوزيننا اصلا نبقى زينا زي سوريا وزي ليبيا وزي العراق وزي لبنان وزي تونس، وتبقى كلها وزي اليمن، تبقى مصر كلها خراب وكلها ناس هتتناحر
وكلها مشاكل وكلها في ميليشيات عتتقاتل وتتناحر مع بعضها. هو ده كل غرضهم. يعني كل إنسان يتحمل مسؤوليته، مش وزير حيتحمل المسؤولية فقط، لا، دي منظومة كاملة فيها وزير وفيها فيها رؤساء هيئات وفيها رؤساء مديرين عموم ومديرين مساعدين ورؤساء أقسام ومديرين إدارات وعمال وكل يعني تتخيل مثلا عامل صيانة مثلا، يعني إنه بدل ما يعمل وصلة بين القضبان حديد يعملها خشب، وتتخيل إني مراقب الإشارات ما يبلغش بتاع سواق القطر ويقول ليه والله يا ابن عمي في المكان الفلاني في صيانة في سكة حديد، أو صرخ القطر يعني الراجل تهم العتترمي على هيئة السكة حديد، برضو القطارات شغالة وهذيكم سمعتوا صوتها. والله أنا ما بنظم صوت القطر، هو بيجي لوحده، سبحانك يا رب، هو لوحده جاء علشان يوريك إن أنا قاعد وشغال وصاحب. إمتى ما هتاجي تسافر في أي حتة هتروح المحطة هتشتري تذكرتك وتاجي، وهتركب في كرسي محترم وفي عربية محترمة ومقاعد محترمة وحمامات محترمة وبوفيه محترم، هتعيش حياة آدمية. ولا انت عايزنا نرجع تاني لأيام قطر حورس والناس تولع وتتحرك؟ فلازم كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه. فأنا مش بطبل لوزير النقل ولا بطبل للرئيس ولا بتهم حد ولا بطبل لحد، لا، احنا بنقول كل انسان يتحمل مسؤولية نفسه. حرام اللي بيحصل ده. كل انسان يتحمل مسؤولية نفسه. احنا في دولة، واحنا بنشكر الدولة على محاسبة كل هؤلاء المهملين، كل هؤلاء المهملين الذين امر النائب العام بالقبض عليهم وحبسهم. كل واحد يعرف قيمة تسببه في الحادث وكمسؤوليته في وظيفته ويتحاسب عليها إن شاء الله، لأن في أرواح ناس، في أرواح ناس، وفيه تشويه لصورة البلد. ولدرجة إن في ويكيبيديا، في ويكيبيديا اللي بيبحث في مواقع الإنترنت والمواقع هيلاقي في صفحة معمولة للحوادث في مصر، الكوارث المصرية في قطاع السكة حديد. يعني عملوا عليهم الرئيس، جاب كامل الوزيري وجابوا جرارات جديدة وجابوا عربات جديدة وطوروا المحطات وطوروا كل شيء، والناس برضو عوجي. يعني الناس مش عايز تتعدل، ما تعرفش ايه في مخهم، سواق محشش، واحد تاني يكون ضارب عفيون، يعني سعد القطر القوه ماخد حشيش وضارب ترامادول كمان، يعني يا ريت تقول بس، لا ده ضارب مجوز يعني فصلان. ربنا يصلح الحال وربنا يسترها ان شاء الله علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا تدعموا قناتنا بالاشتراك فيها. بارك الله فيكم، السلام عليكم.